بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة النمل، سنته سبحانه وتعالى في إنجاء المؤمنين وفي إهلاك الكافرين، وأن رسالة الله تبارك وتعالى ينقسم إليها الناس ولا بد قسمين، قسم مؤمن وقسم كافر، وأن سنة الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين لا تغير، ينجيهم الله تبارك وتعالى، وفي عباده الكافرين لا بد وأن ينزل الله تبارك وتعالى فيهم عقوبته ونقمته. ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر رسالة موسى إلى فرعون، وما ذكرت النهاية. قال جل وعلا: وجحدوا بها بالآيات واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، مفسدين من قوم فرعون، وكيف أهلكهم الله تبارك وتعالى. وذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك نعمته على عبده داود وسليمان وهما من بني إسرائيل، وكيف أن الله تبارك وتعالى أتاهم بعد ذلك الملك. هذا كله من ثمرات، يعني من ثمرات إيمانهم، الإيمان، إيمان القوم بالله تبارك وتعالى، وكيف أنهم استخدموا ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من هذه الإمكانيات العظيمة، ما سخر لسليمان، وأنهم جعلوه في طاعة الله تبارك، في طاعة الله جل وعلا، وفي دعوة الناس إلى الدخول في الإسلام، وكيف أن مملكة من الممالك دخلت الدين بدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، مملكة سبا. ذكر الله تبارك وتعالى قبيلة ثمود، وكيف أن الله أرسل لهم صالح دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، وأنهم افترقت القبيلة، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ثم انظر بعد ذلك فعل المجرمين منهم، ثم النهاية أن يحصدهم الله تبارك وتعالى، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. ثم قال جل وعلا: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم انظر أيضا، يعني صنيع الله تبارك وتعالى وفعل الله تبارك وتعالى مع لوط والذين آمنوا معه ومع الذين كفروا به. قال جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد، وأتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. قال جل وعلا: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فتكون النتيجة، قال جل وعلا: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. هذه صفحة إثر صفحة إثر صفحة من هذه الأقوام
والنتيجة نفس النتيجة تتكرر. نجاة أهل الإيمان، نجاة الرسول والذين آمنوا معه، وإهلاك الله تبارك وتعالى للكافرين والظالمين. قال جل وعلا في إثر ذلك، قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. قل الحمد لله أمر من الله تبارك وتعالى ودعوة منه إلى العباد أن يحمدوه سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله، الحمد بالألف كل المحامد، وهو الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله لأفعاله العظيمة وإفضاله سبحانه وتعالى وصفاته الجليلة. قل الحمد لله، الحمد لله الذي أنجى عباده المؤمنين الداعين إليه، وكذلك أهلك المجرمين الظالمين الذين يعني كذبوا رسله وناووا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد حمدك لله سلم على عباد الله الذين اصطفاهم وهم أنبياؤه ورسله، والتسليم عليهم دعوة لهم من الله تبارك وتعالى بالسلامة، وأنهم سالمون من كل عيب ونقص، وأنهم مسلمون من الله تبارك وتعالى بمغفرته ورحماته سبحانه وتعالى. وسلام على عباده الذين اصطفى، الذين اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لنبوته ورسالته. ثم قال جل وعلا الله خير أما يشركون. يعني من ينظر إلى هذا الأمر، هذا أمر واقع. موسى ودعوته في قوم فرعون صالح ومن دعاهم من قبيلته، من قبيلته لوط، ومن دعاهم الله خير أما يشركون. الله سبحانه وتعالى خير، هذه هي الله تبارك وتعالى جعلنا هنا يعني أعقد مقارنة بين الرب الإله الذي لا إله إلا هو الله رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى ومالك الخلق، وبين ما يشركونه من الأصنام والأنداد والأوثان من دون الله تبارك وتعالى. هل العبد ذي العقل يختار الرب تبارك وتعالى فيعبده، أم يلتحق بهؤلاء الأصنام فيقدسهم ويعبده؟ انظروا من تعلق بالله تبارك وتعالى، آمن به واتبع سبيله، ممن آمن بالله ماذا كان المصير في الدنيا وينتظره المصير الحسن في الآخرة، وماذا كان مصير الذين تعلقوا بهذه الأوثان وهذه الأصنام وهذه القاذورات والنجاسات التي كانوا عليها؟ الله خير أما يشركون. سؤال يراد به يعني تفكر العباد في من يوالى، من الذي يستحق أن يوالى وأن يعبد وأن يعظم، الرب الإله الذي لا إله إلا هو الله ملك السماوات والأرض، أم هذه الأصنام والأوثان والآلهة المدعاة؟ ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان إفضاله وإنعامه وصفاته وخلقه. هذه صفات الله تبارك وتعالى، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فهذه من صفاته ومن آثار رحمته سبحانه وتعالى، هذا فعله جل وعلا. أمن خلق السماوات والأرض، الله، من خلق السماوات والأرض؟ الله هو الذي خلق السماوات والأرض. يعني هل هذا الرب الإله الذي خلق السماوات والأرض خلقها بأن أعطاها صفتها وهيئتها التي هي عليه، وكذلك أخرجها من العدم سبحانه وتعالى، فهو الذي أخرجها من العدم وهو الذي أعطى كل جزء من هذه الجزئيات صفته السماوات والأرض. وأنزل لكم من السماء ماء، وأنزل لكم أيها العباد، تذكير بنعمة الله تبارك وتعالى بهذه النعمة العظمى التي لولاها لما كانت ثم حياة. وأنزل لكم للعباد المخاطبين من السماء العلو ماء اللي هو ماء المطر فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ثم هو الذي ينبت سبحانه وتعالى، بعد نزول هذا المطر أنبت الله تبارك وتعالى به حدائق. الحدائق جمع حديقة، والحديقة هي البستان، البستان الذي يعني المحدق بساتين. حدائق ذات بهجة، بهجة هو سرور،
وانشراح الصدر وفرح يعني العين والنفس بهذه الحدائق ما فيها من الزهور اليانعات والثمار الناضجات والأشجار ذوات الظلال المورفات والأنهار الجاريات وهذا الخلق الباهر العظيم حدائق ذات بهجة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما كان لكم أيها العباد أن تنبتوا شجرها، يعني هذا ليس في مكنتكم ولا في استطاعتكم. من يستطيع أن ينبت شجرة، أن يأمر بذرة أن تخرج وتنبت شجرة على هذا النحو؟ بل كل الخلق لو اجتمعوا على أن يخلقوا بذرة ما استطاعوا أن يخلقوها، فضلا عن أن ينبتوها ويثمروها. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ هل ثمت إله مع الله، إله معبود يستحق العبادة مع الله تبارك وتعالى، كان له شأن في هذا، خلق يعني شارك الله تبارك وتعالى في هذا الخلق أو أعانه أو خلق خلقا مستقلا عن خلق الله تبارك وتعالى؟ أإله مع الله؟ قال جل وعلا بل هم قوم يعدلون، بل هم هؤلاء الكفار المشركون قوم يعدلون، يعدلون بالله تبارك وتعالى غيره، يجعلون له مساويا سبحانه وتعالى، إما في ذاته كصنيع يعني النصارى وغيرهم ممن قالوا يعني أن عيسى مساوي بل هو ذاته ذات الرب تبارك وتعالى يخلق وأعطوه صفات الرب كلها من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإدانة كما يقولون يدين الأحياء والأموات، يعني أنه هو الذي يجازيهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، أو في حقوقه أن أعطوا يعدلون بالله تبارك وتعالى آلهتهم التي أعطوها ما يعطون الله تبارك وتعالى، يعطون الله عز وجل بعض العبادة من صلاة و نسكين ونحو ذلك، ويعطون آلهتهم كذلك ما يعطى الرب تبارك وتعالى، فيذبحون لهم وينذرون لهم ويعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. بل هم قوم يعدلون، يعدلون بالله غيره، والحال أنه ليس من هذه المعبودات من خلق، بل الله تبارك وتعالى خالق كل شيء وهذا خلقه. أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ هل يعبد مع الله تبارك وتعالى غيره؟ الرب الذي صنع هذا الصنيع وخلق هذا الخلق وفعل هذا الفعل، هذا يوجد له ند وشبيه ونظير يعدل به مع الله تبارك وتعالى فيعبد مع الله؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا، هذا الله سبحانه وتعالى الذي جعل الأرض قرارا قارة، قارة مستقرة، يعني أنها مستقرة بوضع هذا، ليست مزلزلة متحركة مخضخضة وبالتالي يستحيل أن تقوم حياة عليها، فإن حركة صغيرة من حركات الأرض، أي حركة صغيرة يحصل بها زلزال يحصل بها هلاك. الله جعل الأرض قارة مستقرة. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، جعل خلال هذه الأرض أنهار، أنهار من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال، تجري من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، وتجري في هذه السلول الديان وتنزل من هذه الجبال وتمشي في هذه بين شعب الجبال، فالأنهار قد جعلها الله تبارك وتعالى متخللة لكل جنبات هذه الأرض، وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، جعل لهذه الأرض رواسي وهي الجبال، والجبال أرساها التي جعلها أوتاد لهذه الأرض كأوتاد الخيمة تشدها من جنباتها وتجعلها راسية قارة، وجعل لها رواسي هذه الجبال العظيمة، وجعل بين البحرين حاجزا، جعل حاجز بين البحرين، البحرين اللي هو البحار العذبة والبحار الملحة، جعل الله تبارك وتعالى حاجز يحجز هذه عن هذه، فالبحار العذبة تجري وتصب في البحار الملحة
ولا يجعل الله تبارك وتعالى سلطان البحر الملحة لتطغى، ولو طغت ودخلت في الأنهار لأفسدت الحياة. فهذا من الحاجز. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، فلا يستوون، ومع ذلك الله تبارك وتعالى جعل في هذا وهذا رزق للعباد. ومن كل تستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. فهذا الرب سبحانه وتعالى الذي جعل بين البحرين حاجزا، بحار العذبة والبحار الملحة، وكذلك البحار نفس البحار الملحة، فإنه قد علم البشر الآن أن كل يعني محيط من المحيطات وبحر من البحار وخليج من الخلجان، وهي كلها وإن كانت في النهاية متشابكة ومترابطة ومتصلة، إلى أنه خواص كل بحر مستقلة عن خواص البحر الآخر، في نسب عظيمة وفي أمور عظيمة في النباتات القائمة، في أنواع الصفات الأحياء المائية الموجودة، نسبة الملوحة الموجودة، وكأن هناك حاجز يحجز هذا الماء على هذا الماء، مع العلم أنه يعني أنهم يرتطمان ويختضان بعضهم بعض. مرج البحرين فالبحار تمرج ويدخل بعضها في بعض، ولكن بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما بين هذه البحار التي تمتخض ويضرب بعضها بعض ويتصل بعضها ببعض عن طريق المد والجزر والموج، إلا أنهم بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، ثم قال جل وعلا بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما بين هذه البحار وإن كانت متصلة لكن برزخ كالحاجز مثل السد لا يبغيان. وهذا قد عرفه الناس يعني بعد ذلك بدراسة خواص البحار بعضها بعض، البحار ملحة وهي متصلة بعضها مع بعض، ولكن بين هذا وهذا برزخ لا يبغيان، لا يبغي خواص هذا الماء على خواص هذا الماء. وكذلك في البحار والأنهار، فإن الله تبارك وتعالى جعل بينهما برزخ، هذا البرزخ وهذا العلو، أن هذا الماء يعني في مستوى معين وهذا الماء في مستوى معين، ولم يعني يجعل الله تبارك وتعالى هذا الماء يعني يعلو، هو ماء البحر، ليدخل في يعني في الأنهار. وجعل بين البحرين حاجزا، حاجز يحجز هذا عن هذا، أإله مع الله، هذا الذي يفعل هذا الصنيع العظيم في هذه الأرض، هل هناك إله مع الله تبارك وتعالى؟ يعني تتخذونه وتجعلون إله مع الله، أو هل هناك بالفعل إله مع الله، خالق رازق يحيي يميت يفعل هذا الفعل، هو الذي خلق هذا الخلق وفعل هذا الفعل؟ أإله مع الله، يعني تتخذون بعد ذلك إله مع الله تبارك وتعالى، تعبدونه مع الله، والحال أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي صنع ذلك وفعل ذلك. أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم أكثر الخلق لا يعلمون بأن الله هو الإله الواحد سبحانه وتعالى، وأن هذا خلقه وحده جل وعلا، وأنه بالتالي هو وحده الذي يستحق العبادة وحده، وأنه لا إله معه سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر، المضطر هو الملجأ بإلجاء قهري قد يفضي به الأمر الذي هو فيه إلى الوفاة والهلاك أو التلف، فهذا المضطر
عندما يعني تلجئه ما هو فيه من الضرورة يقوم ولا يجد منفذ ولا مخرج، يقوم يعني يدعو ربه سبحانه وتعالى وإله، ويستجيب الله تبارك وتعالى. أمن يجيب المضطر الواقع في المأزق الشديد، كأن يكون في ظلمات البحر، في ظلمات البر لا يهتدي، في مرض هائل، في ضيق وضنك، في حالة من يعني غلبة الدين، قهر الرجال، مأسور في أسر، في أمر مهلكة عظيمة، ثم يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى والله يستجيب له. وكان الكفار في المأزق الشديد وفي وقت الكرب الشديد يلجؤون إلى يعني الإله الرب الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ويستجيب الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يكشفه ويرفع السوء الذي بكم من مرض، من قحط، من غيره، إذا دعوتموه كشفه ورفعه. ويجعلكم خلفاء الأرض، ويجعلكم أيها الناس خلفاء الأرض، يعني جيل منكم يخلف جيل، يقدر جيل يخلف جيل، يصل إلى يعني حد معين في السن ثم يموت، ثم يخلفه يعني الجيل الذي يلي. أإله مع الله، يعني الرب الذي يفعل ويصنع هذا الصنيع يكون يعني صنيعكم معه، وجزاء صنيعه هذا أن تجعلوا إلها معه وتعبدوا هذا الإله، تتخذوا لكم أصنام تلجؤون إليها وتدعونها وترجعون إليها وتنذرون إليها وتذبحون لها وتفزعون إليها وتنسون ربكم وإلهكم، وتنسون أنه هو الذي أنجاكم مما كنتم فيه، وهو الذي كشف السوء، وهو الذي يعني فعل بكم كل هذا الجميل. أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يعني تذكركم قليل، تذكرون توعظون بهذه المواعظ وتذكرون بربكم وإلهكم ومولاكم سبحانه وتعالى، ومع ذلك تميلون عنه سبحانه وتعالى وتعبدون غيره. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، يهديكم في هذه الظلمات إما بهذه الآلات التي أوجدها، بالإلهام أحيانا، بمقادير يخلقها، وأنتم في ظلمات البر. ظلمات البر، ظلمة البر هي أن يعمى يعني السالك عن المسالك، ما عارف وين ديت، تاه يتيه في هذه الفلوات فلا يعرف الطريق ديت، تشتبه عليه الأمور، فيكون في حتى لو كان في النهار يصبح كأنه في ظلمة، أو كان في ظلمة من ظلمات البر، أظلم عليه الوقت وحجبت النجوم ولا يعرف له باب للهداية، ويكون الله تبارك وتعالى يهديه إما بأن ينشئ له يعني أمر، وإما بأن يشرح صدره إلى ناحية، وإما أن يلهمه ديت حتى ينجيه من هذه المفازة وهذه المهلك. وكذلك في البحر نفس الأمر، قد يغتلم البحر وتضطرب الأمور وتتيه السفينة ولا يعرف يعني السالك المسلك والدرب، ثم تكون رحمة الله تبارك وتعالى و يعني تفضله سبحانه وتعالى فيهدي الإنسان. كذلك يهديكم في ظلمات البر والبحر بالعقول التي يعني أعطاكم إياها لتجعلكم تسيرون في هذه مفاوز واسعة في البر وبحور محيطات متسعة، والله تبارك وتعالى يعطيكم العقول ويعطيكم الآلات التي تصنعون هذا، وقد وضع لكم في السماء يعني النجوم لتهتدوا بها، وهو الذي يعني خلق هذه قبة السماء على هذا النحو وجعل فيها نجوم ثابتة ليعرف الإنسان طريقه فيها، وبالنجم هم يهتدون، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فالله تبارك وتعالى هو الذي أقام هذه الدنيا بهذه المثابة وجعل فيها العلامات التي
يعني في السماء والعلامات التي في الأرض بأن لم يجعل الأرض كأنها يعني منظر واحد، بل نوعها، هذه أرض صفراء وهذه حمراء وهذه ديت وهذه جبال بلون وهذه جبال بشكل وهذه ديت، وذلك حتى يتعرف الإنسان على جنبات هذه الأرض. وإلا لو جعل الله الأرض يعني شيئا واحدا مسطحا واحدا أو أمر كما هو مثلا الشأن في بعض جنبات الأرض كالربع الخالي، المنظر واحد فيما حولك، فإن الناس يعني يعسر عليهم الطرق ولا يهتدوا. لكن الله تبارك وتعالى جعل في الأرض هذه المسارك وهذه العلامات وعلامات في السماء، وذلك ليهتدي الناس في طرقهم وفي سيرهم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر بآلة وبغير آلة بما خلق، ثم ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، من يرسل لكم الرياح بشرا، بشارة تبشر، والرياح المبشرة هي الرياح التي تأتي بالمطر. وعلم الناس أن الريح الفلانية إذا خرجت الريح من الجهة الفلانية إلى الجهة الفلانية فإنها تأتي وكانت لها رائحة معينة ورطوبة معينة، فإنها تأتي محملة يعني بالسحب وستأتي الأمطار بعد ذلك. فقد يكون هبوب هذه الرياح التي تسبق المطر قد يكون هبوبها قبل يوم قبل يومين، ويعرف الناس هبت هذه الريح، إذا المطر سيأتينا يعني بعد يوم أو بعد يعني أقل أو أكثر. فتأتي الرياح مبشرة بقرب مجيء المطر. ومن يرسل الرياح بشرا مبشرات بين يدي رحمته، أي بين يعني قبل مجيء المطر. فمن يرسل لكم هذه الريح بهذه الشكل التي تبشركم بخلاص قرب مجيء رحمة الله تبارك وتعالى، أإله مع الله خلق ذلك فعل ذلك؟ هل هناك إله مع الله تبارك وتعالى يخلق هذا ويفعل هذا؟ وكذلك أإله مع الله يعني وتعلمون هذا وتجعلون لله تبارك وتعالى مع الله إله تعبدونه مع الله تبارك وتعالى؟ تعالى الله عما يشركون، تعالى الله. فمنزلة الرب تبارك وتعالى وصفاته فوق هذا، عما يشركون. وما الذي يشركون؟ شمس، قمر، نجوم، كلها مخلوقات، أصنام، رجال، ملائكة، كل الذي عبدوه من دون الله تبارك وتعالى لا وجه لأن يقارن الرب تبارك وتعالى بهذه الآلهة التي تعبد من دونه سبحانه وتعالى. فتعالى الله سبحانه وتعالى في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي مجده وعلوه سبحانه وتعالى عما يشرك به المشركون من آلهة غيره جل وعلا. ثم قال جل وعلا: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا كذلك من صفاته وأفعاله وإفضاله وإنعامه سبحانه وتعالى، أنه يبدأ الخلق ثم يعيده. أمن يبدأ الخلق؟ الله الذي يبدأ الخلق. فبداية الخلق كلها، خلقنا نحن البشر بداية بآدم، ثم بداية كل إنسان بهذا المعلوم من هذه النطفة، ثم ينشئه الله تبارك وتعالى. بداية خلق السماوات والأرض هو الذي بدأها سبحانه وتعالى، وهو الذي أنشأها، فهو بديع السماوات والأرض، أنشأها على غير مثال سابق، وهو الذي أخرجها من العدم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ثم يعيده. ثم يعيد خلق الإنسان من جديد. فالإنسان هذا الذي خلقه الله تبارك وتعالى هذا النحو، كتب الله تبارك وتعالى له أن يكون له عمر ينتهي، يموت، ثم لا بد أن يبعث لفصل الخطاب. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اكتفي بهذا إن شاء الله، ونعود إلى هذه الآية في الحلقة الآتية إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.